نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحويل قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتة بمحافظة الغربية إلى قرية نموذجية. شهدت القرية تنفيذ أول كورنيش داخل قرية مصرية بطول 1800 متر، ويتضمن أعمال أسفلت وبرجولات خشبية، وتم إعداده على أعلى مستوى من الكفاءة ليكون متنفسا حضاريا يضاهي أكبر المدن. أنا اسمي ميخائيل خطار جرجس، تابع لقرية نهطاي. وطبعا حياة كريمة هنا غيرت حاجات كتير قوي في الكرة نهطاي والكرة المجاورة، وطبعا ده بقى حاجات على أرض الواقع دلوقتي مش مجرد كلام. يعني احنا واقفين اهو وقت الكورنيش، طبعا لو كنت تشوفه من قبل ما يتعمل وبعد ما اتعمل، وفي الترعة اتحجرت وبقت حاجة نظيفة جدا عن الأول، وفي المجاري اتطورت، وفي الإنترنت طبعا بقى على درجة عالية دلوقتي من مواكب التحضر دلوقتي، وبعد يعني لا في تغيير جامد طبعا. من قبل كده كانت الدنيا كانت الترعه دي فيها تلوث، فيها زباله، فيها حشرات، فيها كل حاجه، كانتش معموله كده. الطرق كانت وحشه، الصرف الصحي، كل حاجه. بصراحه من ساعه ما سياده الرئيس مسك المعدات ذات نفسها اللي هي الكراكات والمعدات اللي هي موجوده ما كناش بنشوفها الا يمكن في المدن، ما كانش بتنزل هنا خالص. انا عن نفسي لما جيت اتفاجئت باللي بيحصل، وشغل على مدار 24 ساعة، شغل 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 شغل، لقينا فرق شاسع، حياة تانية خالص فعلا بجد في كل حاجة.